يشارك العديد من النجوم والمشاهير جمهورهم بمواقع التواصل أجواء صيفية مبهجة بنشرهم العديد من الصور واللقطات من إجازاتهم أمام الشواطئ، وأحدثهم الفنان أحمد حلمي الذي وثق لحظاته أمام البحر بالعديد من الصور والفيديوهات. كما أطلق العديد من النجوم أغنيات جديدة مرتبطة بأجواء البحر والصيف والانتعاش، فبعد أغنية بلبطة للنجم حسين الجسمي وأغنية ليمون نعناع للفنان محمد حمائي، يطلق الكينج محمد منير اليوم أغنية بعنوان الساحل الشمالي بمشاركة الفنانة ميريام فارس فيديو جديد. أما الفنانة نانسي عجرم فقد تصدرت الترند بأغنيتها الصيفية الجديدة باللهجة المصرية بعنوان تيجن انبسط بإيقاعها الراقص وألوانها المبهجة، متخطية 500,000 مشاهدة عبر يوتيوب خلال ساعات من إطلاقها مساء أمس. حبيبي تيجن انبسط انبسط ليلة استعداداً لأولى بطولاته المطلقة، يشوق الفنان أكرم حسني جمهوره لفيلم السينمائي الجديد بعنوان العميل صفر، وهو فيلم كوميدي تدور أحداثه حول فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل ويتعرض للكثير من المواقف الكوميدية. يشاركه البطولة الفنانون بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر ريحنا والفنانة السعودية فاطمة البنوي وغيرهم، ويعرض في دور السينما في 16 من أغسطس الجاري. محدش هيخرج منها سليم. شد حيلكم يا أبطال، يا ترى مين تولعوا في مين المرة؟ حلو سواء شهر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ونعم بالله. أثار الفنان مروان خوري حالة من الجدل برأيه حول إنجاب الأطفال، خاصة وأن حياة خوري الشخصية تحظى باهتمام محبيه، لا سيما بعد تخليه عن لقب أشهر عازب في الوسط الفني بزواجه العام الماضي في عمر تجاوز 50 عاما، معبرا عن تخوفه من إنجاب طفل في هذا العمر. كل بيقولوا لي مروان لازم يكون عندك ولد لأن الولد حيعطيك شعور، وأنا بعرف هالشي، بس بيني وبين حالي بخاف وقول لا صرت بعمر ما بدي خاطر بولد بهالحياة، مع أنه بعرف قديش حيعطيني وأنا أعطيه، بس هيدي بتركها لربنا يعني. وأخيراً فيديو متداول لموقف محرج تعرض له الفنان صابر الرباعي خلال حفل أحياه ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق هذا الأسبوع، إذ أراد أن يرحب بالفنانة صفاء سلطان التي تواجدت في المدرجات بين الحضور، إلا أنه عن طريق الخطأ ناداها باسم الفنانة أمل عرفة ليتدارك الخطأ معتذراً. سوري صفاء سلطان، سوري لا أمل عرفة حبيبتي، صفاء سلطان لا أمل عرفة حبيبتي، صفاء سلطان هو صفاء سلطان اكتب بقلبي.